اللغط اللي دا يصير على القوات الأمريكية، وجود القوات الأمريكية، الموقف الحكومي ضبابي غير معروف، الموقف البرلماني ضبابي غير معروف. هناك من يسمي القوات الأمريكية قوات محتلة، هناك من يقول سنحاسب القوات الأمريكية. وفجأة في غفلة من الزمن تظهر القوات الأمريكية مسلحة في شوارع بغداد في رسالة إلى من يهمه الأمر. كيف قرأت هذه الرسالة وما هو وجه التحدي في هذه الرسالة؟ الأستاذ نجم، احنا يعني احنا كدولة ما عندنا هوية خارجية. ماذا تعني؟ ما عندنا هوية خارجية. يعني الآن مثلا إذا يعني ما عندنا هوية دولة؟ ما عندنا هوية خارجية. احنا مع من وضد من؟ زين. الآن من تريد تصنف أي دولة بالعالم وتقول هاي الدولة شنو مستواها بالوضع الأقليمي أو المحلي أو الدولي، تقول لك هاي مثلا فلان دولة عندها علاقة بفلان دولة جيدة، هاي الدولة عندها علاقة سيئة بفلان دولة، هاي الدولة يعني بالنتيجة أكو دولة. إحنا بالعراق ما نقدر نقول مثلا العراق الآن علاقته بإيران أقوى من علاقته بأمريكا، أو علاقته بأمريكا أقوى من علاقته بإيران. هذا اللي أنا قلت. ما عندنا إحنا هذا الشيء. مع من إحنا؟ إحنا ما عندنا. إيه مع من؟ ماكو ولا مع من. إحنا عبارة عن مجموعة شخصيات أو أحزاب. هاي الأحزاب كل واحد ينتمي له إلى جهة. قسم يمثل تركيا بالعراق، قسم يمثل السعودية بالعراق، قسم يمثل قطر، قسم يمثل إيران، قسم وهكذا. القوة السياسية مشتتة. فلذلك الخارجية العراقية خارجية لا تعبر عن الهوية العراقية بقدر ما هي تعبر عن الحزبية داخل العراق. حتى من تريد توزع سفراءها توزعها على أساس الأحزاب مو على أساس الهوية الوطنية والكفاءة والقدرة العلمية. بس مرات أنت كحاكم تحرج أمام شعبك وتحت الضغط. لما القوات الأمريكية تظهر مسلحة بالشارع، هاي مو المناطق اللي يسكنها داعش، خارجية ما تحكي، رئاسة الوزراء ما صدر بيان، وزارة الدفاع ما تحكي، الكل ساكت. تدري ليش؟ ليش يعني ليش؟ لأن إحنا ما عندنا وطنية. إحنا ما عندنا وطنية بإدارة الدولة. إحنا يعني عندنا هسه والله خاف نحكي توقع بالشط. إحنا ما عندنا هوية وطنية ولا عندنا إرادة سياسية حاكمة. إحنا مستحسلين.